ونص الشعب خارجين في سنة السابعة يهضر لهم فرنسي. جمال بالعمري مين الأول هو الخاطئ؟ كان ما كاش طاكتيك، دخلوا ربحوا دبروا راسكم، شوفوا لي سيبورتر تاعكم 60,000 راح تفيد الجماهير الجزائرية، ما راح تفيد ولا شيء. كاين ناس ضحكوا عليه، ها ها ما تضحكش والله ما تضحك. السلام عليكم ومرحبا بكم. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على قضيه اللي راهي دايره ضجه كبيره حاليا، وتصريحات لادلى بها واللي تكلم فيها على جمال بالماضي المدرب السابق للمنتخب الجزائري، وقال انه جمال بالماضي في مباراه الجزائر وكولومبيا قال لنا دخلوا العبوا بدون تكتيك، المهم فرحوا الشعب الجزائري. هذه التصريحات اللي تكلمت عليها من بعد الصحافه الجزائريه، ولكن جمال بالعمري دار هاد ستوري اللي انتم تشوفوها معنا وحط لتحت انه هذيك في علامة الفي، انه هذه التصريحات غير موجودة وهذه التصريحات كذبها كلها جمال بالعمري. هل هذه التصريحات اللي كذبها جمال بالعمري حقيقة غير موجودة او هي تصريحات موجودة؟ راح تسمعوا معنا كلام جمال بالعمري وهو يتكلم بلسانه ويقول هذا الكلام، ولكن قبل ما نبداو لازم تعرفوا واحد الحاجة، أنا لا راني مع جمال بالعمري ولا ضد جمال بالعمري ولا مع جمال بالماضي وما راني مع حتى واحد، أنا نتكلم حسب الكلام اللي راح يقولوا وراح نتكلموا بالمنطق وبدون أي عاطفة. ولا كولومبي كان ما كاش طاكتيك، تدخلوا ربحوهم دبروا راسكم، شوفوا لي سيبورتر تاعكم 60,000 تدخلوا تربحوهم، ما كاش ما عندي ما نقول لكم ديفا ولا ما يهضرش معانا مقود، خلاص جاتنا شغل مشات ليكيب كي كنا في البال حطوا تاعكم جمال اكو لاعبين بزاف كيف كيما سمعتوا معنا. هاد التصريحات اللي كذبها جمال بالعمري وقال اني ما قلتش هاد التصريحات، وهذا شكون اللي راهو يهضر؟ شكون اللي راهو يهضر؟ شكون اللي راهو يتكلم؟ الذكاء الاصطناعي بالك هاو باين بلي جمال بالعمري راهو يهضر، وراه قلت هذيك التصريحات وهضرت هذا الكلام. اول شيء نبداو به، هل هذه التصريحات في هذا الوقت مثلا عندها فايده؟ راح تفيد المنتخب الجزائري؟ راح تفيد الجماهير الجزائريه؟ ما راح تفيد ولا شيء. جمال بالماضي خدم المنتخب الجزائري، فرحنا معه، توجنا معه، فشلنا معه، تقصينا معه، وراح جمال بالماضي، حكايه وانتهت. انت لعبت في المنتخب، قدمت، اعطيك الصحة، بارك الله فيك، ورحت من المنتخب وانتهت الحكاية. علاش تحبوا تفسدوا بلاصتكم؟ هذه ما فهمتهاش. كنت قادر تبقى ساكت. سألتك الصحافة لا تهضر معهم ولا تتكلم معهم ولا تصرح لهم ولا أي شيء. هذه الحكاية وهذه القصة واش راح تغير؟ ما راح تغير ولا أي شيء. انت تقول تصريحات ومن بعد تخرج تنفيها ومن بعد كذا، وهاو بالاوديو بارطاجاو لك الاوديو باللي انت اللي صرحت وقلت هذا الكلام. كيفك على بالكم لي كونسيم العظيم غير كاين دي ماتش ندخلوا بلا تاكتيك، نلحقوا نبدلوا ندخلوا ربحوا. يعني يا جمال انت قلتها هاك، غادي كاين ناس يقول لك كان يربح زهر بلا تاكتيك. لا لا اصبر لا لا اصبر، ماشي بلا تاكتيك عباك وشنو بلا تاكتيك؟ انا فهمت صح، كاين الناس تاولها عالي. بلا تاكتيك في البيستيار زعما هذاك الطابلو اللي يديروه كاع، كاين لي زونترينور يدير الطابلو بصح يخسر 5-0 ويكتب الوراق ومنه، فهمت؟ بصح جمال بلا تاكتيك، التاكتيك كنا نخدموها في الصطاد. نيفو دو كونفيونس كنا نخدموها في لونترينمون، لا تاكتيك تاعنا نخدموها في لونترينمون. خويا 35 ماتش 35 ماتش حبيت ما حبيت ما كاش اللي يدير ركور. هذه ما كاش اللي ينكرها انه جمال بالماضي حطم رقم قياسي ودار رقم قياسي 35 مباراة بدون هزيمة، ما كاش اللي ينكر هذا الشيء اللي داره جمال بالماضي، وما كانش اللي ينكر انه جمال بالماضي جاب كاس افريقيا. ولكن المشكل وين؟ انه علاش جمال بالعمري دار هذه التصريحات ومن بعد يخرج في ستوري تاعو ينفيها يقول انا ما قلتش، انا ما صرحتش، انا علاش؟ فهمني علاش. ولا نحبكم تركزوا معايا مري باش تسمعوا معايا كلام جمال بالعمري في واحد اللايف طلع ويتكلم فيه وهضر صراحه، واحد الكلام ما عجبنيش صراحه وكاين كلام عجبني فيه. على كل حال اسمعوا معنا كلام. المشكل ورا خص بالعمري، بصح ما كاش اللي يقول خص بالعمري، يقول لك ها منظومه دفاعيه زعما يقولوا كاع من بعد يهضروا منظومه زعما يقولوا يهضروا بالعربيه الفصحى هذيك تاع الفراك تاعهم. لا لا هذا مشكل تاع منظومه، واحد يهضر بالفرنسي
واحد من بعد زعما نو سي هذاك حبيبنا هذاك نو اكسكوزي موا شوي با داكور افيك توا سي لا ديفونس سي با لا ديفونس سي توت ان ايكيب باش ما يقولش جمال برك مهم ماشي هو زيد الحاج بوسيف الله يحفظك اي والله هذاك مسكين هذاك واحد هذاك حبيبنا اي هضر فرونسي زعما والله اللي قال ليندوز علاش تهضر عربيه مصريه ومن بعد يجي هو في التلفزيون تاع الجزائر والشامبيونات تاع الجزائر ونص الشعب خارجين في السنه السابعه يهضر لهم فرونسي. اول حاجه كي تسمع الكلام تاعو جمال بلعمري تناقض كبير في الكلام، تناقض كبير جدا في كلامه، ومن بعد زاد هنا هردها نص الشعب الجزائري خارج في السنة السابعة. ما فهمتش أنا علاش كيما قلتها في الأول تحبوا تطيحوا قدركم، علاش تحبوا تطيحوا قيمتكم؟ خلي روحك كبير في عين الشعب الجزائري، الناس تحترمك، لاعب قدمت للمنتخب الجزائري والسلام عليكم. علاش تبقوا تهضروا هذه الكلمة؟ أنا هذا الكلام أنا أشوف فيها إساءة الشعب الجزائري والناس، نص الشعب الجزائري خارج من السنة السابعة. وش معناتها هذه؟ وش معناتها هذه الهضرة؟ أنا واحد من الناس قلقتني هذه الهضرة، قلقتني هذه الهضرة. أنا لا ليسونس ماستر متخرج كذا كلش، أنت متخرج هذاك قاري هذاك قاري هذاك أستاذ، ماشي الناس كامل كيما انت يا جمال بلعمري. هذا واش نقدر نقول لك على كل حال، لانه كي تشوف كلامه في الاول قال لك يهضر باللغه العربيه الفصحى هذيك تاع الالفراك، لغه عربيه فصحى تاع الفراك، لغه عربيه فصحى تاع الفراك، لغه عربيه فصحى لغه القران، اللغه العربيه فصحى نقدر نقول لك انا بالنسبه لي احسن لغه في العالم. ثاني حاجة اللي معاك أنا معاك فيها، أنه صحيح هذاك الصحفي اللي تهضر عليه وكامل نعرفه ماشي من حقه. كم من مرة أنا واحد من الناس انتقدت هذوك صحافة العار اللي يجيوا في البلاطوهات في التلفزيونات الجزائرية ويبدأ يهضر بالفرنسي، لأنك تخاطب الشعب الجزائري، خاطب الشعب الجزائري باللغة العربية. إذا ما عندكش اللغة العربية الفصحى خاطب الشعب الجزائري بالعامية الجزائرية بالدارجة الجزائرية باللغة البيضاء الجزائرية اللي يقدروا الجزائريين كلهم يفهموك. انت كنت قادر جمال بلعمري اهضر باللغة تاع الجزائريين باش يفهموك، ماشي تقول انه الشعب الجزائري نصو كاع خارج في السنة السابعة. ما تضحكش كاين الناس ضحكوا عليه ها ها، ما تضحكش والله ما تضحك، والله ما تضحك. انا بالنسبه لي انت جمال بلعمري ايضا ما تعرفش تهضر ونورمال. والسيد في مصر، السيد في مصر علاش يهضر مصريه وفي مصر وفي التلفزيون المصري ويلعب في مصر ويهضر يسقسي فيه واحد بالمصريه علاش يهضر مصريه؟ واحنا هنا يهضر معاه بالسعيديه باش ما يفهم والو. واحنا هنا في الجزائر اكزومبل، حنا كجزائريين في الجزائر الماتش البيض مع مقرا يهضروا بالفرنسي، افهم ما تبلاي سهل عليه اخو. كاين عفايس عباك تعيه. انا قلت لك انا عباك شغل، انا نورمال، انا ديفو ما نجيناش، انا والله ما نحب هذا الامر، ما نجيناش، ما تهضرش عليا الله يسهل عليك. بصح انا نقول لك باللي ديفو هكا اكزومبل المشكله ودفاعي، وين دفاعي؟ خص هذاك الجوار برك هذاك حبيبنا اللي يسكن في الحراسه، بصح ما تقولش اسمه، قول باللي منظومه دفاعيه. هنا اول حاجه باش نهضروا عليها، كلام اللي راه يهضر فيه عنده الحق، عنده الحق. كما قال لك تلقى مباراة تلعب في الدوري الجزائري بين ناديين جزائريين وتلقى التحليل يحلل لك سيد بالفرنسي ويقلقل بالفرنسي، هذه خطأ، وهذه أنا معاه فيها جمال بلعمري وخطأ. وأنا دائما نقول ونكررها ونعاودها، أنا كخليفة علال عمرني ما نكون ضد إنسان، أنا ضدك نسبيا ومعك نسبيا. كيفاش؟ لأن الخطأ وارد والحقيقة واردة والكذب فيها وارد، يعني ما تكونش إنسان إماعة تتبع إنسان معه للأخر بالصح وبالخطأ. لا، جمال بلعمري كي قال هضرة اللي فيها الفايدة قلنا له وعندك الحق، كي يغلط نقول له راك غلط،
وهذه هي انا بالنسبه لي اللي لازم كل الناس تكون عندها نفس هذه العقليه، لا تكن معايا يا صديقي. ربي سبحانه وتعالى كرمك بالعقل انك تفرق بين الخطا وبين الصواب وتميز بيناتهم، ما تكونش هكا كما الخروف تتبع في القطيع تولي من قوم تبع. لا يا صديقي العزيز. على كل حال انا بالنسبه لي جمال بالعمري من الاول هو الخاطئ. علاش هو الخاطئ؟ ما كانش عليه يدير هاد التصريحات نهائيا. واش راح تفيد جمال بالعمري في مشواره الرياضي انه باش يخرج حاليا في 2024 يدير هاد التصريحات، انه يقول انه جمال بالماضي كان يلعب بلا تكتيك ولا بتكتيك ولا ما عندها حتى فايده وما عندها حتى معنى. انا نقول لكم انه جمال بالعمري سقط في فخ صحافه العار، وهو كذلك بهذا الاوديوات وبهذا اللايفات اللي راهو يطلع فيها زاد كمل على روحه، زاد كمل غرق روحه، زاد كمل طيح النيفو تاعو. من الاحسن انه صحافه العار هذه تتجاهلها تجاهل تام. انت لاعب دولي، الناس عارفك، قدمت للمنتخب الجزائري، ضحيت من اجل المنتخب الجزائري. وما ننساوش لو كان مشي جمال بالماضي بالعمري ما يكونش في المنتخب الجزائري، هو اللي جابه، هو اللي دار فيه الثقه، وهو اللي اعطاه الفرصه باش يلعب. يعني من المفروض التزام الصمت كان واجب. على كل حال تحية لكم وكل حب والاحترام للجميع. وعلى بالي كلامي كاين بزاف ناس ما يعجبهمش، لماذا؟ هذوك الناس المنافقين والناس اللي يحبوا شكون يكذب عليهم. يا عزيزي المشاهد كاين ناس يحبوا دائما شكون يرفض البندير ويبدا يطبل. صديقي لست بمطبل، كيكون هناك الخطأ نقولوا هذا خطأ، كيكون هذا صح نقولوا هذا صح. على كل حال تحية الجزائر، السلام عليكم.